مقطع آخر لمدرسة في الديوانية، مركز محافظة القادسية علق عليه مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي بقولهم: إننا لا نعرف كيف ينجح الطالب أو كيفية التدريس بهذا الوضع المتردي. تعالوا نشاهد الصورة، وهل تتفق مع حالة الاستياء التي أبداها النشطاء، ونجري مقارنة بين الفيديو الذي سنشاهد وبين حديث النشطاء عبر فيسبوك ومختلف وسائل التواصل. من يدري، ربما كان هناك مبالغة في طرح الآراء. كرفان حديد، طلاب ابتدائية طار، طلاب ابتدائية هذا البرد، كرفان حديد وهاي الفتحات. وراح يجي الصيف، خل اراويكم المدرسة، شوف الصبورة. يعني شلون تريدون الطالب ينجح، شلون تريدون المعلم يقدم خدمة، بس طاروع ولكم صديق. الله ما تخافوا، شنو اللي خلى العراق يرجع لهالحال هذا؟ طبعا شوف هذا الكارثة، شوف هذا الكارثة، شوف تعال ساق، شوف الكارثة. طالب شلون بس افتي باعوا، شوف هاي الفتحة. انا راجل عمري 30 سنة، لا فاتك رجلي هنا تنقل، باع منها هاي المي والطين وهذا الهواء البارد. باع. يعني ما سري دعوة. ماكو سياسي وصل اللي هنا، ذولا مو بشر، مو ابناءكم، مو عراقيين. يعني احنا بسنة 2019 باغنى بلد بالعالم، بعد الرحلة، يعني كارثة. تعال شوف ذيك الطامة الكبرى، هي المصيبة. الله ما تخافوا، زين، ماكو مدير تربية وصل، ماكو مسؤول وصل. زين ذولا مو عراقيين، ذولا مو عراقيين ذولا. زين هذا الطفل ما عاد شاف بعض، يعني هذا شلون يدرس، شلون ينجح يتفوق، هاي ما تقدر تدوس.